عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. 11 يوم يفصلون كهو على كأس العالم، وأول مباراة يفصلون عليها تاع المنتخب التونسي ضد الدنمارك. 9 أيام كهو، ربي معانا وإن شاء الله معناها نعملوا حاجة في الكأس العالم ذي. رغم لي الأجواء ما تشجعش بطبيعة، المنتخب التونسي باش يلعب معناها يوم 16 نوفمبر مباراة ودية ضد المنتخب الإيراني. الإعلان على الليستة النهائية، على القائمة النهائية تاع المنتخب التونسي 14 نوفمبر. وفي مهم بطبيعة المقابلة ذي الودية، برشا عباد تسأل فيها على الحضور الجماهيري، على اسكو فما بث تلفزي ولا معناها. حتى لتوا على حسب طبيعة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ماناش عارفين اسكو فما معناها حضور جماهيري ولا، قاعدين يحكيو معناها مع السلطات القطرية ماناش فاهمين حتى لتوا. لتوا الأخبار مهبط كيف كيف فيما يخص البث التلفزي، حتى لتوا معناها ما تلفزة هبطت انها شريت حقوق البث، دونك يمكن لنا الجمهور يتحرم من الحضور كيف كيف احنا الجماهير تتحرم معناها من الفرجة على المنتخب الوطني. فالتحذيرات بتاعه وكيكا كل شيء تلفلف من غادي الغادي، كما تشوفوا خويا ديما قاعدين محرومين من المنتخب التونسي. خلينا نحكيو شوية على الحاجات اللي تابعة للقائمة اللي هبطت والحاجات الجديدة. دونك فما برشا أخبار جديدة، كما قلنا ليسا اشتهبت لوكاتورز. فما أخبار تقول بطبيعة على حسب الصحافي وليد البشري أنه فما ملاعبية مش بشاقة دعوتهم اللي نوعا ما يستحقوا الدعوة ذي، مثلا خاصة توا الملاعبية القاعدة تتذكر لعبات الكل تذكر بيهم، هما ديلان برون الخاوي، يان فاليري الحدادي، ومرتضى بن وناس. بطبيعة وقت اللي بشتهبت الليستة وبش تكون أوفيسيال بش نحكيه على الحاجات هذه الكل. خلينا معناها تو ما نسبقوش الوقت، نحكيه جوست على الكام تاع ديلان برون مقارنة بالديفونسور خرين، وخاصة دعوة مريحة. ما قبل ما نحكيه على الحاجات هذه خليني نحكي على ستاتيو وإلى الكومنتير اللي هبطت وزوجة جلال القاضي فيما يخص الشواء متاع الليستة والاختيارات. هبطت كومنتير وقالت ان شاء الله اللي يدعي دعوة ترجع له كسوسوا بالخير ولا بالشر. حد ما يعرف الليستة هذه قداش خذيت من طاقة وصحة جلال القادري، وقداش من صلاة استخارة باش ما يظلم حد. حتى حد ما يعرف اللي انت مقهور تحكي على زوجها برشا على برشا ملاعبية، اما الله غالب هذا قانون ما تنجمش تهز اكثر من 26 لاعب. ربي وحده يعلم، وما دام نيتك صافيه وعلاقتك بربي قويه توكل على ربي وما يهمك في شيء. مع احترامي للجميع ولكل الاراء جود لاك. دونك لنا كما تشوفوا معنا حتى زوجة جلال القادري تهبط في الكومنتيرات بتبيعي ذولي فسخة الكومنتير متاحة. خلينا نرجع للكام تاع ديلان برون ولنا باش نحكي بالأرقام، على خاطر فما برشا عباد في الكومنتيرات نتجادلوا على أحقيت برون ولا اسكو عنده إضافة ولا. وقبل ما نحكيه على الحاجات هذه معناها نذكروا أنه المنظومة الدفاعية ما تتلخصش كان في الديو متاع الديفونس، جمعية كاملة تبدأ من لاتاكون توفى معناها للجارديان. وخليني كما قلت لكم نحكي على الباركور معناها متاع ديلان برون ملي جاء للمنتخب التونسي، قبل ما نحكي على 13 ماتش بطبيعة بعد إصابة مريح، على خاطر ديو تقلب في الديفونس وجربنا برشا دي كومبينيزون. دونك بالنسبة لديلان برون لعب مع المنتخب التونسي ملي جاء معناها من قبل الكوب دي مونت اللي فاتت 2018، لعب 36 ماتش 17 انتصار، عملنا 8 نول و11 ديفيت معناها عدد الانتصارات أكثر. قداش عملنا من كلين شيت؟ قداش المنتخب التونسي وقت اللي يلعب هو على خاطر الكريتير هذا يهم معناها المدافعين، كما الكريتير نتاع التهديف يهم المهاجمين، كريتير مهم برشا بالنسبه للملاعبيه تلعب الدفاع. عملنا 15 كلين شيت معناها على 36 مباراه ما قبلناش بونتو، وقبلنا بطبيعه 35 بونتو في الماتشات الاخرين. كان نعملوا الموين لنا نلقاو معناها براتيكمون كل ماتش نقبلوا بونتو اللي هي حصيله عاديه على الاخر. ونذكروا انه اكثريه البونتوات 10 بونتوات قبلناهم ما بين البرازيل وبطبيعه بلجيكا في كوب دي مونت 2018. كيف كيف بالنسبه لديلان برون مركز زوز بونتوات، خذا 10 كارتون جون وخذا كارتون روج بطبيعه في المقابله اللي فاتت. خليني تو نحكي على 13 ماتش اللي هما معناها نشوفوا فيهم معناها دي كومبينيزون مختلفين نتاع الديو نتاع الديفونس بحضور برون وبغياب برون. وفما بطبيعه حاجات في صالح برون وحاجات مش في صالح برون، وبطبيعه نخليكم انتم تحكموا على الحاجات هذه الكل. دونك في 13 الماتش اللي فاتوا جربنا الكومبينيزون نتاع الطالبي والغندري 5 مرات، عملنا 4 فيكتوار وعملنا نول. جربنا الكومبينيزون تاع الطالبي وعيفة 5 مرات، عملنا 3 انتصارات نول
وخساره. دونك لنا على حسب لي ستات هذوما العيفه والغندري نجحوا في الكومبينيزون معناها مع طالبي. دونك الليسته الاخرانيه والدعوه نتاعهم مشات فيك الاستمراريه هذيك. خليني تو نحكيو على لي كومبينيزون تاع ديفونس بحضور برون اللي بطبيعه ما عندوش زهر. نحكيو لنا على الكومبينيزون تاع طالبي وبرون، صارت مره في 13 ماتش الاخيره اللي هي كونتر البرازيل، وبطبيعه المباراه اللي خسرنا فيها 5-1 وبرون بطبيعه معناه خذا ورقه حمراء وبطبيعه تكلفت له غاليه، وقتها ما عرفش يتحكم في اعصابه، يمكن هذه اللي زادت حمت الدوسي نتاعو في نظر برشا عباد. كيف كيف ثنائيه اخرى بحضور برون العيفه وبرون، صارت مره في 13 ماتش الاخيره ضد بوركينا فاسو في كان الكاميرون. في المباراة هذيك خسرنا 1-0، لأن برون يتحمل مسؤولية الهدف اللي قبلناه هو والحدادي، كيف كيف ليكيليبر وقتها نتاع الجمعية وقت اللي معناها صار ديزيكيليبر وعملنا علينا كونتر اتاك. وبطبيعة كومبينيزون أخرى أتروا الطالبي وعيفة برون، صارت مرة في كان الكاميرون ضد مالي، لكن لأن معناها برون ما يتحملش بطريقة مباشرة الهدف ذايا وقت اللي مست في الصخيري وبطبيعه ماركاو على بينالتي. دونك على حسب المباريات هذوما اكثر ثنائيه قاعده تمشي هي الطالبي عيفة الطالبي الغندري، وبرون ما عندوش الزهر كيبدا حاضر في 13 الماتش الاخيره. كيما تشوفوا الارقام في 13 ماتش الاخيره ماهيش في صالحه، عكس الباركور نتاعو في المنتخب التونسي. من اللي جاء المنتخب التونسي فما زاد فاكتور اخر وكريتير اخر يمكن خلى برون ماهوش محبوب برشا في المنتخب التونسي، وما عملش الكونتينيتي والريجولاريتي بانه في برشا معناها قائمات وبرشا تربصات كان غايب حكم عديد من الظروف لا داعي لذكرها. مثلا برون بعد كأس العالم من غير ما نحسبوا الكوبا راب تغيب 19 ماتش، تغيب على عديد التربصات وكان 4 مرات في البنك. يمكن 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 هالغياب هذا على التربصات هي اللي خلاته كل مره ما يجيش، كل مره يخسر بلاصته، ندخلوا ديو جديد، نقتنعوا بديو جديد، شيء اللي خلاه يمكن ما عندوش استمراريه مع المنتخب التونسي ويخلي ملاعبيه دي كونكورون اخرين يدخلوا في بلاصته. بطبيعه هذه الارقام معناها ما تكذبش، رغم هذا الكل برون حسب رايي يستحق الدعوه هذه، معناها الخصال اللي عنده تحب ولا تكره ما عنده خصال ممتازه، عنده بطبيعه زاده نقاط ضعف، يلعب في بطوله قويه، لاعب معناها حتى التوا في بطوله ايطاليا مع السنانيتانا 14 ماتش يا خويا، من غير ما نقارنوه مثلا بالاستمراريه في المباريات الاخيره مع العيفة والغندري، على الاقل يا خويا نقارنوه بالمرياح اللي كيما تشوفوا كادو عطاوه له وقت اللي استدعوه المنتخب التونسي بعد ليغامون كروازي 19 بطال وثلاثه مباريات هكاو مع الترجي. ولنا موضوع بطبيعه نسكروه ونخلي لكم انتوا حريه التعليق. خلينا نحكي شويه على لي ليست نتاع المنتخبات الاخرى اللي حتى لتوا براتيكمون هبطت. مثلا هذه ليست نتاع استراليا فيها 3 غارديانات، الليست نتاع الدنمارك المنافس نتاعنا 2 غارديان وبطبيعه باش يكملوا 5 ملاعبين اخرين، الليست نتاع البرازيل هذه اللي فيها النجوم 3 غارديانات، اليابان كيف كيف 3 غارديانات، نشوفوا لنا كرواتيا 3 غارديانات، وبطبيعه السنغال 3 غارديان. وللاسف معناها يمكن ماني باش يكون غايب في الكوب دي موند هذه بعد الاصابه. بايرن ميونخ يهبط معناها كومونيكي ويقول انه تضرب في المباراه الاخيره باش كمل يعمل معناها لي زيكزامان باش نعرفوا اسكو باش يحضر ولا ان شاء الله يكون حاضر ماني، على خاطر بصراحه نجم من النجوم اللي معناها خساره كما نشوفوش مع منتخب السنغال. دونك كما نشوفوا لي ليست الكل فيها 3 غارديان، الوحيد هو المنتخب التونسي ب4 غارديان. وكان هكا معناها نجيو شويه من الكوتي نتاع القاضي، خلينا ننقذوه شويه، منتخب سويسرا يعيط ال4 غارديان في الليست نتاعو. دونك لنا كما تشوفوا حتى طول الوحيد اللي عيط 4 غارديان، وبطبيعه الليست هذه اللي شفنا فيها عدم دعوه زكي العمدوني اللي رفض بطبيعه في وقت مضى باش يجي مع المنتخب التونسي، لان اللاعب هذا يمكن يتحمل مسؤوليته، لان ميساج للاعبيه وقت اللي يجيو يختاروا ليكيب ناسيونال اللي يحبوا يمشوا لها لازم يقراوا مليح، يشوفوا مليح، يعرفوا رواحهم اسكو ينجموا يفرضوا رواحهم ولا. يمكن لنا معناها زكي العمدوني كان اختار باش يجي للمنتخب التونسي، رانا شفناه في الليستا، الشيء زاد ينطبق زاد على بن يدر اللي يمكن ما لقاوش في الليستا نتاع المنتخب الفرنسي. كما تشوفوا لنا معنا التصاور نتاع التقديم نتاع الليستا نتاع المنتخب الدنماركي، شيء يعمل الكيف اجواء مزيانه برشا عكس الاجواء اللي شفناها في المنتخب التونسي. خلينا نحكيوا تو على شويه تفاؤل يهم المنتخب التونسي. دونك علي معلول وسيف الدين الجزيري اكدوا معناها انه المنتخب التونسي باش يقدم افضل مستوياته في
والذهاب بعيدا في المونديال قطر في ظل جاهزية الفريق. إن شاء الله هذا ما يكونش كلام كما اعتدنا بطبيعة ونعملوا حاجة في الكأس العالم هذه بطبيعة. كما تشوفوا قناة الكأس هبطت الكلام هذا كيف كيف. بالنسبة لدراجر اللي عمل تصريح في موقع الفيفا وقال احنا ما نخشاو حد من المجموعة متاعنا واللي يجي مرحبا به ما نخافوا من حد. عنا النجوم متاعنا كما مساكني كما الخضري احنا معناها عنا ايكيب جاهزة وعنا ايكيب معناها تنجم تعمل مباراة كبيرة كما مثلا مباراة متاع نيجيريا في الكوب دافريك. كيف كيف ان شاء الله يكون مش كلامك هاو ان شاء الله نشوفوا الشيء هذا على ارض الواقع. نحكيو توا على لاعبيتنا المحترفين ونبداو بطبيعه باللعبه اللي قاعد يتالق من جوله لجوله. نحكيو على حنا بقى المجبري اختاروه في التشكيله المثاليه نتاع اللاعبين الافارقه اللي يلعبوا في الاوروب للجمعه الثانيه على التوالي. حاجه مهمه برشا بالنسبه لحنا بقى المجبري. بطبيعه الموقع مانشستر يونايتد على الفيسبوك يهبط ستاتيو ويهبط مقال كامل دونك يحكي على تالق واضح من حنا بقى مع بيرمنغهام سيتي. وتشوفوا المقال ذايا معانا يحكي فيه كيفاش عدى باس ديسيزيف وقعد من جوله لجوله ياكد في الاحقيه نتاعو باش يكون تيتولير. كيف كيف اخر مباراه لعب حنا بقى المجبري اساسي ضد سوانزي سيتي 2-2 النوت نتاعو 6.7 من 10. اعطى زوز تمريرات مفتاح والنسبه التمريرات نتاعو الصحيحه كانت معناها 80%. عدى مباراه ممتازه لكن كالعاده الكوتي اوفنسيف تنقصوا شويه. يزمو يبادر اكثر لازم ياخذ اكثر كوره يزمو يقرب اكثر لل 18 يدخل اون ريتريب تحسوا يلعب اكثر سيس معناها حنا بقى المجبري. وبطبيعه حنا بقى المجبري هو الاختصاصي نمره واحد في تنفيذ الركنيات. بالنسبة لحنا بقى المجبري حتى توا شارك في 14 مباراة مع بيرمنغهام سيتي 6 فوز 5 تعادل 3 هزايم. بطبيعة في 8 مباريات الأخيرة 7 مرات تيتولير حاجة مهمة ومهمة على الأخر. نكملوا نحكيو على لاعب آخر يقع اختياره في التشكيلة المثالية متاع الدوري الدنماركي. نحكيو على إلياس العاشوري مع فريق فيبورغ حاجة ممتازة على الأخر. يقدم مباراة من أعلى تراس خاصة في اللي دريبل في اللي بيركوسيون معناه كيفاش يلعب الكرة سهولة في التعامل مع الكرة يعطي باس ديسيزيف. كيف كيف يختاروه في التشكيلة المثالية على حسب سيت 0-0 إن شاء الله يكمل في التألق هذا. ونأكد لكم معناه لنا جلال القادري منعب جلده وقت اللي سيف الله الطيف والعاشوري في المباريات الأخيرة خسارة ما همش قاعدين يقدموا في إضافة كبيرة ويتألقوا ولا رانا يمكن شفنا زوز ملاعبية يقع ظلمهم زادة رغم الكاليتي اللي عندهم. كيف كيف لاعب آخر فرحان برشا أنه رجع من بعيد بعد كل مرة ما نلقاوه في فريق. نحكيو على حمزة رفيعة بطبيعة على السنام على الـ U23 في جوفانتس دونك رجع ان شاء الله ان شاء الله رجع معناها حمزه رفيعة اللي عرفناه عنده دي كاليتي كبار برشا خساره معناها ضيع برشا وقت. لعب حتى توا 12 مباراه سجل زوز اهداف 3 تمريرات حاسمه وجاب ضربه جزاء دونك ساهم في 6 بوتوات وننتظروا انه يقع معناها دعوته للفريق الاول وان شاء الله ربي معاه. كيف كيف لاعب اخر عادل بالطيب يمركي اول هدف ليه مع فريق عمرانيا سبور في اطار كاس تركيا. اللاعب هذا صحيح مش قاعد يمركي على غرار فريقه السابق في بطوله لوكسمبورغ. بون بالنسبه لعادل بطيب ما عندوش ارقام محترمه حتى لتوا لكن اكد لكم انه الفالور انترانسيك لكاليتي نتاع المهاجم هذا خير برشا من المهاجمين اللي عندنا في المنتخب التونسي في الليستا. الله غالب الله غالب ما عملش ارقام محترمه هذاك علاش ما شفناش في الليستا وهذه حاجه عاديه جدا. كيف كيف نبارك عصام جبالي بالمئات المباراه بطبيعه لعبها مع فريقه اودنسي في الدوري الدنماركي والمليوله المكتوب عليه 100. دونك هذا هو الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله ملاعبيتنا معناها من تالق الى تالق ربي مع المنتخب التونسي. الفيديو حتى لنا وفان نستنى الدعم نتاعكم كيف العاده ونقول لكم بالسلامه.